أشياء مستحيل تتخيلوا أحجامها الحقيقية. بالمرتبة الأولى الدبور الياباني، تخيلوا أنه هذا هو حجمه مقارنة مع النحلة وحجمه مقارنة مع إيد الإنسان. وبالمرتبة الثانية إشارة المرور، ونحن بنشوفها صغيرة لأنه عم نطلع عليها من تحت، وهذا هو حجمه مقارنة مع الإنسان. تعرف أنه استحالة تقدر تحط لي فولو بإصبعك الصغير؟